بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السكشن الثاني هندسة الكيمياء. أول مثال عندي find the equation of the circle whose radius is 3 and the center سالب 1 2. عايز معادلة الدايرة اللي مركزها سالب 1 2 نصف قطرها 3. قول له the equation of the circle is معادلة الدايرة بدلالة المجهود نصف القطر بتكتبها بالصورة دي x ناقص الفا كل تربيع y ناقص b كل تربيع بيساوي r تربيع. طبعا سالب 1 2 اللي هي الفا والبيتا هيبقى x زائد 1 كل تربيع y ناقص b اللي هي 2 كل تربيع بيساوي r تربيع r 3 يبقى تربيع 9. دي معادلة الدايرة بدلالة المركز ونصف القطر. السؤال التاني find the coordinates of the center and radius of the circle. أول دايرة عندي عايز برضه المركز ده سياد المركز ونصف القطر. الدايرة x تربيع زائد y تربيع ناقص 4x ناقص 8y بيساوي 41. اسمها الصورة العامة لمعادلة الدايرة. بعرف ازاي ان المعادلة دي معادلة الدايرة؟ أول حاجة لازم يكون عندي معامل x تربيع بيساوي معامل y تربيع بيساوي 1 وتكون خالية من حاصل ضرب x 4. معامل x تربيع بيساوي معامل y تربيع بيساوي 1. هطلع الجي دي عبارة عن ايه؟ نص معامل x سالب 2. F اللي هي نص معامل y سالب 4. السي الحد الثابت طبعا دي لازم تكون معادلة صفرية اودي 41 للطرف الثاني هيبقى السي سالب 41. طيب معادلة الدايرة في الصورة العامة المركز بتاعها ونصف القطر بنجيبه ازاي؟ السنتر يساوي سالب جي وسالب اللي هو 2 و4. الجي عندي بسالب 2 في سالب 1 و2 سالب 1 في سالب 4 يبقى ممكن 4. نصف القطر عبارة عن الجذر التربيعي جي تربيع ناقص اف تربيع ناقص السي يبقى ده هيساوي الجذر التربيعي هيبقى عندي هنا 4 زائد 16 زائد 1 السي اللي هي سالب 41 هيبقى موجب 41 هيطلع الناتج عندي بجذر 61 ده اللي هو نصف. المثال اللي بعد كده برضه عايز احداثيات المركز ونصف القطر. دي معادلة الدايرة بس لازم يكون عندي معامل x تربيع بيساوي معامل y تربيع بيساوي 1. هنا طبعا 3 و 3 هقسم المعادلة كلها على كام؟ على 3. هيبقى x تربيع زائد y تربيع ناقص 4 على 3 x زائد 2 على 3 y ناقص كام؟ ناقص 2 بتساوي 0. بطلع الجي اللي هو نص معامل اكس. معامل الاكس عندي بسالب 4 على 3 نصه اضرب في نص هيبقى سالب 2 على 3. الاف عندي 2 اللي هي نص معامل الواي. معامل الواي 2 على 3 هضرب في نص هيبقى 3. السي عندي كام؟ سالب السنتر يساوي سالب جي وسالب اللي هو المركز هيبقى 2 على 3 وتلت. نصف القطر عبارة عن جذر التربيع جي تربيع زائد اف تربيع ناقص السي. طيب هنا عندي جي تربيع اللي هي كام؟ 4 على 9 زائد 1 على 9 ناقص السي هيبقى ناقص سالب 2 هيبقى ممكن يطلع الناتج عندي جذر 23 على 9 هي جذر 23 على 3. السؤال اللي بعد كده عايز equation of the circle for which the points 2 وسالب 3 و6 وسالب 6 و1 are the end points of the diameter in it. عايز معادلة
دايره بمعلوميه نهايتي قطر فيها. اقول له زي الكويشن اوف ذا سيركل اس اكس ناقص اكس واحد اكس ناقص اكس اثنين واي ناقص واي واحد واي ناقص واي اثنين تساوي صفر. ديت معادلة في الدايرة بمعلومية نهايتي قطر فيها. أبدأ أعوض، هيبقى عندي الإكس ناقص إكس واحد، طبعا دي إكس واحد، واي واحد، إكس اتنين، واي أيوة إكس ناقص اتنين، إكس زائد ستة، واي ناقص زائد تلاتة، واي ناقص واحد تساوي صفر. هفك الأقواس، إكس تربيع زائد 4 إكس ناقص 12 واي تربيع زائد 2 واي ناقص 3 بتساوي صفر. أجمع هيبقى عندي إكس تربيع زائد واي تربيع 4 إكس 2 واي ناقص 15 بتساوي صفر. دي معادلة الدايرة لمعلومية نهايتي قطر. المثال اللي بعد كده find the equation of the circle which passes through the points 1 وسالب 2 و 4 وسالب 3 and which has its center on the straight line 3 x زائد 4 y بتساوي 7. عايز معادلة الدايرة اللي بتمر من نقط 1 وسالب 2 و 4 وسالب 3 والمركز بتاعها يقع على المستقيم 3 x زائد 4 y بتساوي 7. هفرض معادلة الدايرة في الصورة العامة، أقول له ريد زائد إيكويشن أوف ذا سيركل إس. أنا مش عارفة المعادلة، فهفرض هيبقى إكس تربيع زائد واي تربيع 2 جي إكس 2 إف واي زائد سي تساوي صفر. أول حاجة قايل لي إيه؟ قايل لي إن قايل لي في المسألة إن المركز بتاع الدايرة بيقع على المستقيم 3 إكس زائد 4 واي بيساوي 7. المركز بيقع على المستقيم ده اللي هو معادلته 3 إكس زائد 4 واي بتساوي 7 ويديني نقطتين بيمروا بالدايرة. أقول له سيلز ده سنتر. طبعا مركز الدايرة في الصورة العامة عبارة عن ايه؟ عبارة عن سالب جي وسالب سينس السنتر اللي هو سالب جي وسالب اف لايز اون ذا ستريت لاين. بما ان المركز بتاع الدايرة بيقع على المستقيم ده زين ات ساتسفاي ساتسفاي اتس ايكويشن بيحقق مين؟ معادلة المستقيم. لو انا جيت عوضت هنا هعوض عن الاكس بسالب جي وعن الواي بسالب اف هيبقى عندي سالب 3 جي ناقص 4 اف بتساوي 7. اسمي المعادلة دي رقم 1 والمعادلة دي رقم 2. اقول له سينس بما ان ذا سيركل باسس ثرو بوينتس عندي نقطتين بيمروا بالدايره اللي هي 1 وسالب 2 و4 وسالب 3 زد ذيس بوينتس ساتسفاي ذا ايكويشن اوف سيركل بيحاول معادله الدايره. طيب اول نقطه عندي 1 وسالب 2 معادلة الدايرة هي أعوض مرة عن الإكس بواحد وواي بسالب اتنين هيبقى عندي أربعة أربعة تربيع وواحد تربيع هيبقى خمسة. هيبقى عندي هنا اتنين اتنين إكس زائد ناقص أربعة اتنين إف ناقص أربعة
هيبقى زائد سي بيساوي كام؟ بيساوي سالب 5. خلي السابق لوحده في طرف. النقطة التانية عندي 4 بسالب 3. لما أجي أعوض هنا هيبقى عندي 25، هيكون هنا عندي أعوض هنا عن الإكس 4 وهنا عن الواي بسالب 3. هيبقى عندي 8 جي ناقص 6 اف زائد سي بيساوي سالب 25. النقطة الأولى عندي هنا 2 جي ناقص 4 مظبوط 4 اف زائد سي بيساوي سالب 5. هسمي المعادلة دي 3 ودي 4. هقول له سولفي 3 و4. أحل 3 و4 هضيع مين؟ هضيع السي. هضرب دي مثلا في سالب 1 هيبقى عندي 6 جي هيبقى عندي ناقص 2 اف يساوي سالب 20. نسمي دي رقم 5. احل رقم 2 صلب 2 صلبنج 2 و5. لما احل 2 و5 المعادلتين دول مع بعض هطلع مين؟ هطلع الاف والجي اللي هي عندي سالب هيبقى 6 جي ناقص 2 اف بيساوي سالب 20، وهنا عندي اللي هي سالب 3 جي ناقص 4 اف بيساوي 7. هضرب هنا اهيت هيبقى هنا هضرب ضرب المعادله رقم 2 في كام؟ في 2. هكتبها تحتيها يبقى سالب 6 جي ناقص 8 اف بيساوي كام؟ 14. وجمع هيبقى سالب 10 اف هيساوي كام؟ هيساوي 6. يبقى الاف بتساوي 3 سالب 3 على 5. وجمع كده هيبقى سالب 3 ايه على 5. لما اعوض في اي معادله من دول هقول سبستيتيوت انتو 3 طلع الجي عندي الجي هتطلع بسالب 47 على 15. طيب اعوض في 3 او 4 اي واحده في السبستيتيوت اعوض في 3 او 4 المركز هيطلع 11 على 3. هاخد ال F والجي هاخد ال F والجي والسي دول اعوض فيهم في المعادلة بتاعة الدايرة وتطلع المعادلة عندي إكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 94 على 15 في إكس زائد 6 على 5 في واي زائد 11 على 3 بتساوي 0. دي معادلة الدايرة المفروض. بعد كده find the equation of the tangent and the normal lines to the circle x تربيع و y تربيع ناقص 3x ناقص 3x زائد 10 و y بيساوي 15 عند النقطة 4 وسالب 11. عاوز معادلة المماس والعمودي على الدايرة بالصورة دي. معادلة المماس بتتجاب ازاي؟ the equation of the tangent. معادلة المماس للدايرة عند النقطة 4 وسالب 11 اس اكس في اكس 1 واي في واي 1 زائد جي اكس زائد اكس 1 اف واي زائد واي 1 زائد سي بتساوي 0. عندي 4 وسالب 11 هيبقى اكس 1 واي 1 هيبقى عندي 4 اكس واي في واي 1 هيبقى ناقص 11 واي الجي الجي اللي هو طبعا مين؟ جي نص معامل اكس هيبقى سالب 3 على 2. الاف نص معامل الواي هيبقى 5. السي هيطلع بسالب 15.
هيبقى انا عندي زائد جي هيبقى سالب 3 على 2 اكس زائد 4 يبقى عندي 5 واي واي 1 عندي بسالب 12 سي عندي بسالب 15 تساوي 0. اضرب المعادله دي كلها في 2 هيبقى هنا عندي 8 اكس ناقص 22 واي ناقص 3 اكس ناقص 12 زائد 10 واي ناقص 5 ادينا هتبقى 110 ناقص 30 تساوي 0. هجمع بقى هيبقى عندي هنا 5 اكس ناقص 12 واي هجمع الاعداد دي كلها مع بعض هيطلع سالب 152 تساوي 0. ديت معادلة المماس للدايرة عند النقطة 4 وسالب 1. من هنا لما اطلع الام اللي هو من ايه؟ المماس الميل عبارة عن ايه؟ سالب ايه على بي اللي هو سالب معادل اكس على معادل واي يطلع ب 5 على 12. طيب هو طالب معادلة المماس والعمودي فمين العمودي؟ عبارة عن ايه؟ سالب 12 على 5. اقوله اذا سيكويشن اوف ذا نورمال از واي ناقص واي واحد على اكس ناقص اكس واحد يساوي اف فواي هعوض بقى النقطة عندي اللي هي هنا 11 على اكس ناقص 4 يساوي سالب 12 على 5. اعمل وسطين وطرفين المعادلة هتطلع اتناشر اكس خمسة واي سبعة تساوي صفر. ديت معادلة العمودي وديت معادلة المقياس. مركزين والسلام عليكم.